القضاء يدخل على خطي سبيات الرجل للنساء المغربيات. يعتزم مواطن مغربي مقاضاة المعلق الجزائري المثير للجدل حافظ الدراجي على خلفية سبه وإهانته للنساء المغربيات عقب إقصاء منتخب بلاده أمس الخميس من منافسات كأس الأمم الأفريقية المنظمة بالكاميرون. وقرر المواطن المسمى أنس أيزم مقاضاة الدراجي بسبب سبه وشتمه للمغربيات، حيث قال في تعليقه على الإهانة صدرت عن هذا الأخير: سأقدم شكوى على الفور إلى الجهات المختصة، حصلت على الدليل ولن أستسلم. وحاول المعلق الجزائري نفي محادثته مع إحدى متابعاته، حيث قال في تغريدة على تويتر: إن محتوى الرسالة المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مفبرك، مضيفا: يتم تداول سكرين شوت وهمي وغير أخلاقي لا يعنيني. يشار إلى أن منتخب الجارة غادر منافسات الكان مبكرا من دور المجموعات بعد أدائه الضعيف أمام منتخب الكوت ديفوار.